وفي الحديث الصحيح ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. سألوه عليه الصلاة والسلام هل نتعلم هذا؟ لما ذكره لهم قال: نعم ينبغي، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، ينبغي لمن سمعه أن يتعلمه، وها أنتم سمعتموه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينبغي لمن سمع أن يتعلمه، فمن لم يكن متعلما هذا الدعاء فليتعلمه الساعة، فإنه من أعظم ما تفرج به الهموم وتزال به الكرب. وعندما يقول المرء هذا الدعاء مختوما بقوله أن تجعل القرآن ربيع قلبي، لا يليق به أن يقوله ويدعو الله أن يجعل القرآن ربيع قلبه ثم يتبع ذلك بهجر القرآن.